تعالوا نشوفوا مع بعض مقادير الحلو اللي انا هعمله النهارده. في كل العناصر الغذائيه، في اوميجا 3، في عسل، في موز يعني بوتاسيوم يعني كالسيوم يعني معادن، والموز مفيد جدا وخاصه للرياضيين. مقاديره على الشاشه بعد ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. الحلو ده تعمليه لاولادك دايما، لانه طاقه، لان قيمته الغذائيه متعدده، اذا كان في العسل او الموز او الشوفان او الطحينه اللي هخليها تشارك في الحلو بتاعنا. في تفاصيل كده في الحلو ده كده لانه من اختراعي. حلو الكلام، تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. مقاديره لا تتعدى اصابع اليد العشرة، ولكن كل حاجه في المقادير او في الماتيريال اللي معايا قيمته الغذائيه عاليه جدا. اذا الطحينه اوميجا 3، اللوز مصدر غني جدا لاوميجا 3، الشوفان ما اقولكمش، المكنسه بتاع المعده، في الياف فعاله وغير فعاله، عامل زي عداد الكهرباء، عداد يعد وعداد يحسب، عداد يندفع عليه فلوس يعني. معانا عسل نحل، ومعانا زبده، ومعانا بياض بيض، وفانيليا، وموز. تعالوا نشوفوا الحلو ده نعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله. تعالوا نشوفوا مع بعض. على فكره احنا بنعمل لايف بعد ما بنخلص الهوا، وبنشرح التفاصيل وبنخش في كل التفاصيل الصغيره بتاعت اسئله حضراتكم. الشوفان انا هعمله دلوقتي اهو، دي رقائق الشوفان مفيد جدا على فكره. الشوفان ما نقتصرش دوره على ان احنا نشربه الصبح مع كوبايه حليب او ناكله مع كوبايه حليب وخلص الكلام، بالعكس ده متعدد الوظائف ومتعدد المهام كتير قوي. بنحط على الشوفان ده لوز مطحون اهو، ابن الهرم الغذائي يا شيف، ابن الهرم الغذائي يا شيف اهو. حلو الكلام، تمام. زبده، زبده اهي، حلو قوي. ايه كمان؟ طحينه. ايه اللي جاب الطحينه هنا؟ جربي جرب. دي طحينه اهي اهي، طحينه على اللوز والزبده يا دلعك. شويه فانيليا، حقوق الطبع لدينا وبس. هنعجن العجينه دي كلها مع بعضيها. ده بياض بيض اللي حطيته يا شفيق، حقوق الطبع لدينا وبس. نعم، بيقول لي فين السكر؟ انت اللي سكر والله. انا هحط عسل، انت مامك عندي عسل نحل اطفى اولى اهو، يا دلعك يا دلعك يا دلعك اهو اهو اهو، عسل نحل ونخلي شويه اهو زي الفل، تمام. تعالوا نعجن العجينه دي كلها مع بعضيها. حلو الكلام، هناخد بعضينا ونيجي عند الحلو ده كده اهو، ونقلب الخليط ده يا شيف واحده واحده كده، ونهدى عليه شويه لان الشوفان تنك شويه، عنده شويه تناكه تقل شويه. يقول لك يا واد يا تقيل، ياه 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 يا مجنني. ليه؟ الشوفان عشان يدينا الالياف الفعاله والغير فعاله بتاعته، نهدى عليه شويه. عشان كده دايما يقول لك بتوع الصحه حط الشوفان في شويه حليب او في زبادي وحطيه في الثلاجه من بالليل، تصحى الصبح تلاقيه ايه؟ طري جدا وتاكليه. حلو قوي، تمام زي الفل. احنا مش هنتعامل معاك كده، انا عايز الحته الكريسب اللي فيه اللي مخليها شوفان. خلونا طبعا اقلب الشوفان ده كده واخش عليه بايدي. شايفين الزبده ساحت ازاي مع العسل؟ هنا في تنافس ما بين طحينه اوميجا 3، ما بين عسل نحل فيه كل العناصر الغذائيه اللي بتناسب الاعمار كلها صغير وكبير، ما بين كمان الزبده اللي هي بتساعد على طراوه الخليط اللي انا بعجنه. تعالوا نشوف موضوع الحلو. الحلو معانا مكونات موز شفناها على الشاشه، وتعالوا نشوف ازاي هندخله الفرن مع بعض. طبعا العجينه المفروض بعد احنا ما عجناها الطبيعي هي بتاخد وقت شويه بتاع 10 دقائق في التلاجه او في مكان فيه تهويه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. دي العجينه اللي احنا شفناها قبل ما نطلع فاصل، ومعايا الموز متقشر، ومعايا سكينه صغيره كده، ومعايا صينيه فيها ورقه زبده، والفرن بتاعي جاهز درجه حرارته 180 تقريبا، وانا عايز اعمل الحلو ده بمزاج عشان كده سايبه للاخر. مكرونه مش تاخد مني دقيقه، اسهل من عمايل الشاي. حلو. والحلو ده لازم تعمليه لاولادك. الموز فيه كل العناصر الغذائيه للرياضيين، مفيش مشاكل منه خالص، والشوفان كلنا عارفين فوائده، والعسل النحل غني عن التعريف، والطحينه اوميجا 3 وقيمه غذائيه عاليه جدا وخاصه اللي عندهم انيميا. حلو، ادي الموز بقطعه كده
وانا قشرت الموز وقطعت مش كميه علشان ده بيسود، فبتقشره على قد استخدامك بس بالشكل ده كده. اهو شيل اللي تقشره دول كده ونخلي دول معانا. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بجيب بوله صغيره، اللهم صل على النبي، واحط فيها شويه ميه. تعالوا نشوف ازاي هنعمل الحلو ده كده. اخد قطعه كده، حلو، واحط على ايدي كده، احط موزه فيها كده اهو، شفت الجو ده كده اهو، واقفلها كده اهو، وايديا كده مبلله بالماء اهو، شفت الجو، واضغط عليها تاني كده، وفي الصينيه بتاعت الحلوه دي كده تاني. احنا مع بعض واحده واحده. حلو ده نصيحه مني اعمليه لاولادك. اهو تاني بقطع حته بالسكينه اهو، ده بتقطع بالسكينه لان الشوفان هنا لسه بشخصيته. اهو موز اهي، اهي موز اهي، اهي اهي اهي، فاكهه في النص، وكمان واحده كمان عشان انت حبيبي. اهو واضغط عليها كده واقفلها اهو، والايادي المبلله. حلوه هي في دهيت زي الفل، فيها عسل وفيها طحينه وفيها، شفت المزيج ده كده، واضغط عليها بايدي كده وهي على ايدي اهي اهي اهي، واحطها هنا تاني. عايز حضراتكم كل اللي قاعد بيشوف القناه الاولى دلوقتي والفضائيه المصريه مطلوب منه حاجه، حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. تاني نعم. فنان يا صاحبي، تقدر تحط الشوكولاتة؟ غاوي الشوكولاتة انت، بيقول لي ممكن نحط الشوكولاتة بعد بدل الموز، ممكن. حلو. كمان مع بعض. تاني. تعالوا ندرس الحلو ده كده، ايه العناصر الغذائية اللي فيه عشان بنعمل اكل صحي النهاردة لا تعد ولا تحصى. هرم غذائي، شوفان، دكاترة التغذية والعيادات التغذيه بتنصح بيه لما نروح نفكر نعمل دايت او نقلل وزننا، فغنى عن التعريف. عسل نحل متربيين عليه، طحينه ما اقولكيش داخله معانا في كل حاجه. الموز لازم شويه الميه اللي جنب ايدك دول. تاني. طبعا ده هيخش الفرن دلوقتي في درجه حراره 150، مش درجه حراره عاليه. حلو. نعمل واحده بس كمان عشان ندخلها الفرن، عشان مخرجنا بيقول لي ما معكش وقت تاني. واحده صغيره كده نقفلها، شويه الميه دول مهمين جدا. واضغط كده وادخل ده الفرن يا عم الشيف. بالشكل ده كده. يلا بصي عليه بصه حلوه ونشيل الحاجات دي من هنا وهندخل ده الفرن. مكانه فين في الفرن يا مغازي؟ نفس المكان اللي انا مجهزه كده. في الفاصل. زي ما هي كده تتاخد على شبكة الفرن. وتتقلب من وقت للتاني. ايه المطلوب من الفرن يا شيف؟ الشوفان كده كده احنا بناكله وبنحط عليه حليب. العسل النحل مش محتاج طبعا فرن. الزبدة دخيل عليهم. الطحينة بنعملها سلطة، فأنا مش محتاج نار هنا، أنا محتاج تديهالي كريسبي كده، فأسيبها في الفرن تاخد وقتها، عايزة لها تقريبا 20 دقيقة، 10 دقايق كل ناحية عشان نتكلم المصداقية، إحنا دورنا مصداقية على شاشة القناة الأولى، خلوا بالكم، بقول المعلومة والتنفيذ إحنا مع بعض.